رئيس هو الرئيس. الجمهورية. نعم واحنا لسه مش عارفين برضو، لسه مش مفهوم، احنا في انتظار اعلان دستوري يحدد صلاحيات مبدئيا مجلس الشعب، المفروض ما اعرفش هيتكلموا عنه ولا لا، وصلاحيات مجلس الوزراء، لسه في حاجات مش مفهومه، ان احنا بلا دستور يوضح التفاصيل كلها يعني، احنا في انتظار ان ده يحصل. بس خليني اسالك، طبعا كنت مهتمه اكتر اسالك كحد مش مصري جوه مصر، فعشان كده عماله بسالك لرؤيتك للتفاصيل الانتخابيه المصريه الدقيقه. بس انضمام مصر دلوقتي لقائمه الدول اللي الاسلام السياسي بياخد فيها اغلبيه في اداره البلاد، هل ده ممكن يغير خريطه العالم العربي بشكل عام؟ مش الخريطه الجغرافيه بس، الخريطه طبعا السياسيه للعالم العربي؟ طبعا السياسيه والفكريه والاجتماعيه، يعني علشان هيك المهم هلا قديش في تكتلات او لوبيات هيعملوها الليبراليين والعلمانيين تجاه حفظ الحقوق وحفظ التنوع وحفظ حريات الحريات السياسيه والشخصيه، ولا يعني معظم اللي بتوقعوا انه الاسلاميين اول ما ياخذوا الحكم يعلنوها خلافه ويوقفوا العمليه الديمقراطيه، ولكن بوجهه نظر اذا كان النظام اقوى من الاحزاب بالتالي فلا تستطيع الاحزاب فرض نفسها على النظام. على عكس فلسطين، فلسطين يعني ليست دوله، عندنا الاحزاب اقوى من النظام، فبالتالي ليس هناك انتخابات منذ 2010 وحماس في غزه وفتح في الضفه. فأنا بوجهة نظري إذا كان النظام والعملية الديمقراطية أقوى من الحزب الإسلام السياسي سيحدث تبديل وتغيير في الفترات القادمة، ولكن إذا الحزب الإسلام السياسي أبدى توحش لا نتوقع، يعني مثل ما حدث بغزة حين أخذت كل غزة بالسلاح في 2007 بشهر 6، لا ندري ماذا سيحصل، لن يكون هناك انتخابات، يعني مفاجآت قادمة يعني. ولكن بطبيعة الحال هناك خوف على أشياء مهمة يجب أن نضعها بالحسبان، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، الفن، هذه الأشياء كلها يعني تكون بالحسبان في الفترة القادمة، يا إما بالحماية يا إما بالتحالفات يا إما بالاتفاق، ولكن وإلا ستكون الخسارات كبيرة يعني. من بداية ما الأرقام بدأت تبقى أعلى شوية لحساب التيارات المختلفة الإسلامية، وبدأنا نسمع صوت وتصريحات أنه تحرير فلسطين والجهاد وفتح باب الجهاد وكلام كده، وإن كان مش بيتقال بشكل صريح قوي علشان الناس برضو ما تخافش، وده طبعا قرار. بس أنا عايز أعرف رد فعلك كصحفية فلسطينية وعلمانية، ده بالنسبة أنا لك؟ برفض استخدام فلسطين يعني دعاية انتخابية مش بس دعاية، يا ريت دعاية، كشعار عاطفي وديني يعني هذا مرفوض، لأنه أنا بعتقد أنه هم معظم الإسلاميين يستخدموا فلسطين بهذه الطريقة، من أسامة بن لادن لعند الإخوان المسلمين لحماس، أنه فلسطين نحررها من البحر للنهر من غير ما يكونوا في داخل الشارع ويعرفوا الشارع شو بده يعني. وهذا شيء محزن، يعني شيء محزن انك بدك تسيطر على عواطف الناس باستخدام قضيه ابديه وبتعتبروها مقدسه اللي هي مثل فلسطين، شيء مرفوض، ولكن الناس عاطفيين صحيح يعني، والاحزاب الاسلام السياسيه هي تقود عاطفه وضمير الناس، بمعنى انه ببساطه تشعرهم بالذنب ناحيه جسد امراه او ناحيه فن او ناحيه، وبالتالي الناس تنادي بعكس الليبراليه او بعكس الانفتاح، وتقول ان الاسلاميين على حق لانهم يريدون ان يحموا النساء، يريدون ان يحموا اطفالنا شبابنا. لا توجد الاصل يعني. هناك صحفيه تونسيه قالت قبل الثورات كان كل شيء ممنوع وبعد الثورات كل شيء حرام يعني. فهذا شيء بالضبط. طيب استاذ محسن، حصل عدد من المخالفات اللي تم رصدها خلال العمليه الانتخابيه اللي على اثرها طبعا دايره الساحل، الدايره الاولى تم الغاء الانتخابات فيها بشكل كامل وهتعاد في يناير. هل احنا متوقعين في كذا قضيه حتى الان لكذا دايره، متوقعين ممكن تتلغي 3-4 دوائر كمان؟ ولو ده حصل ده معناه ان احنا المجلس بقى باطل ولا ايه؟ لا هقول لك حاجه، عدد الحاجات اللي ممكن، وانا في تقديري ان الحل الاسلم هو انهاء هذه الانتخابات وهذا المجلس. رئيس اللجنه قال لك انه بيطالب انه اي حد استخدم شعارات دينيه يتم قصده. تمام، اذا هتعمل الكلام ده في المرحله الثانيه والثالثه. طب ده تم في المرحله الاولى بشكل مفتري وفجوه متصور فيديو اوديو كل حاجه، اذا معناها ان لا يوجد مساواه ما بين المرحله الاولى والثانيه والثالثه. اذا قدام اي قاضي بالمنطق هيلغي كل المرحله الاولى لان تم استخدام الشعارات، وده عدم مساواه ما بين المرحله الاولى والثانيه والثالثه. الحكم اللي صدر في الدهليه انه حينما تقدموا قال له الدين ايه، فرفضت، فيجب فتح باب
الانتخابات من اول وجديد. هناك بالاضافه الى حاجات زي الساحل، ودي تكررت، هي الساحل كانت فجه انما تكررت بشده يعني، وفي دوائر كثيره وفي طعون كثيره. هي المشكله الوحيده ان المجلس العسكري بيعتبر نجاح الانتخابات في وشه. فالنهارده العند بسبب وشه دي هي اللي عامله لنا المصيبه. طيب احنا عشان وقتنا بيخلص، انا عايزه جمله ختاميه من استاذ اسماء وجمله ختاميه بعد كده من استاذ محسن. جمله ختاميه على تقييمك للعمليه الانتخابيه كمراسله، مش كفلسطينيه بقى دلوقتي، كمراسله. لا انا بعتقد انه هي تجربه رائعه وشفافه ويحتذى بها مثل الثوره المصريه طبعا. ولكن يجب ان نحافظ على الوطن قبل الدين في طيب. المرحله القادمه. اوكي استاذ محسن بشكل عام. اولا انا متفائل جدا. النتائج مش قلقاني في حاجه. ما كنتش متوقع حجم السلفيين، لكن يجب ان نستوعب حجم السلفيين، وهو ده الشيء الوحيد اللي انا متخوف منه، ان هم متصورين نفسهم نجحوا وهم ما نجحوش الا بعدد صغير، وقد يؤدي هذا الى تصرفات ايذاء بدني. انا بس عايز اقول ختاما انه حتى النسبه اللي خدوها اذا كانت 15-20% من المرحله الاولى، لو هم ما خدوش اصوات خالص في المرحلتين التانيين او اصواتهم بقت اقل في القوايم، ده معناه انهم ممكن ما يدخلوش خالص، يعني قصدي كراسيهم تبقى اقل. لا هم جابوا النص في المية خالص، جابوا خلاص نص في المية كده يعني انما هيبقوا موجودين ايا كانت بنسبه 10 بنسبه 20 لكن ما حكموش يعني. استاذ محسن بدوي المحلل السياسي ورئيس مركز عبد الرحمن بدوي الابداع، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. نهارك سعيد. استاذ اسماء الغول الكاتبه الصحفيه الفلسطينيه واللي قامت بتغطيه على الانتخابات المصريه للانتخابات المصريه، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. خلصت حلقتنا النهارده، واكيد بكره بقى عندنا الارقام النهائيه للمرحله الاولى كلها. بالتوفيق لكل التيارات ايا كان التيار اللي هيكسب في الاخر. الديمقراطيه شيء بنتعلمه، وبس نبقى واضحين احنا اللي بنجيب مجلس الشعب، واحنا كمان نقدر نشيله لو ما عملش اللي احنا عايزينه احنا كشعب. صباح الفل.